شيخ شيخنا يعني السؤال كالتالي يعني الناس الذين شاركوا في صياغة وكتابة هذا الدستور الكفري ثم دعوا الناس إليه وحسنوه في أعين الناس وأضلوا الناس عن سواء السبيل يعني ويحسنون هذا الدستور ويقولون إنه يعني جيد و خطوة كبيرة واستقرار البلاد وما إلى ذلك من الأمور المعروفة كياسر برهامي يعني وغيره يعني هل يجوز تكفيرهم عينا يعني أم لا؟ وهؤلاء طوافين يا شيخ كفار، هؤلاء مشركون كفار طوافين. نعم معي؟ نعم نعم معكم شيخنا. تسمعني؟ أسمعكم. تسمعني؟ نعم نعم. اللي وضع التشريع هذا كفار. واضح شيخنا احسن الله اليكم. انهم طواغيت مشرعون مع الله مشركون. احسن الله اليكم. هل سمعتني؟ نعم نعم سمعتكم شيخنا احسن الله اليكم. نعم هؤلاء اللي وضعوا الثق المصري الدستور هذا الماضي هذا هؤلاء مشركون. يشرعون مع الله. نسأل الله العافية. نعم. شيخنا يعني أما اللي صوت نعم أما اللي صوت فلا نكفره إنما نقول هو ضال أو مش أو كافر إن كان يعتقد هذا. نعم شيخنا المصوت إما ضال يعني جاهل وإما وإما مشرك يعني يعرف حقيقة الأمر. واضح شيخنا أحسن الله إليكم.